الحاج احمد العطار. قابلنا قبل كده وانت واحد من اهم المزارعين لمحصول الفراوله. ده دهب احنا بننتجه من الارض بتاعتنا وبنصدره للعالم كله وبنغطي احتياجات السوق المحلي. ما عندناش حاجه اسمها فراوله مستورده، صح ولا لا؟ تمام. وانا بتكلم معاك قلت لي انا مخنوق، احنا لسه في تلت الموسم الاول ومخنوقين، وبقالنا في المشاكل دي 4 سنين مشاكل شتلات. طب الدوله تعمل ايه اكتر من كده؟ جابت الشركه الامريكيه وعملت مشاتل في مصر وزرعنا الشتلات في مصر، ومفروض ان تجيلك شتله على اعلى مستوى، الانتاج ثابت طول السنه. مظبوط. طيب بالراحه كده واحده واحده، عايز اتعرف عليك تاني، ناس تعرف من هو الحاج احمد العطار اللي بيزرع فراوله من هو طفل صغير. احكي لي. انا احمد العطار، مزارع فراوله من 2001، على مدار 23 سنه زراعه فراوله. زراعتنا كلها في مركز بدر. يمكن تم الاختيار المكان ده هوت لانه هو افضل مكان ينتج فراوله في مستوى مصر كله. تربة كويسة، كل حاجة كويسة، بطلع ثمرة فراولة فيها صلابة ذات مواصفات تصدرية عالية. بس احنا المشكلة بقالنا دلوقتي 4 سنوات الشتلات مش احسن حاجة. انت بتزرع فورتونا؟ انا بنزرع فورتونا وفيستيفال وسنسيشن النهاردة. انا زمان كنت بنزرع صنف اسمه سويت شارل. بس ده كان عالمي. كان منتج جدا ومبكر جدا، كان انتاجه غزير جدا. ما عادش موجود. ما عشان كده ما لقيناه برضه خلتنا. ما هو عشان يعني عشان هو يمكن كان طالع من الريالتي فانمنع. دخل حماية، يعني الريالتي اللي هو الحمايه بتاع الشركه. حمايه الصنف. كان داخل معاه في اواخره صنف الفستيفال، كان حوالي 2005 2006 زرعت صنف الفستيفال انا في 2006. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ما كانش فيه حبايه، ما فيهاش مواصفه تصدير. طب وايه اللي حصل النهارده؟ اللي جاب؟ حصل النهارده ان من ساعه ما اتكلموا ان عايزين يوفروا شتله بسعر رخيص للفلاح المصري. الشتله اللي هي بتاخدها بكام يعني الرخيصه دي؟ اللي هي كانت اول سنه اتكلموا فيها كنا بنتكلموا في 8 جنيه. ايوه. من ساعتها الشتله مش تمام. النهارده بكام؟ النهارده يعني مثلا هي كانت في نفس يعني كانت في رينج ال 13 السنه اللي فاتت. 4 سنين النهارده صنف الفستيفال يعني يعتبر بيستبعد من التصدير نظرا لضآلة حجمه صغر جدا. انا مستغرب ان ازاي نموه خضر بالشكل ده والحبايه بص قد كده. بص حضرتك مش واضحه. لو بصيت لورقه الفراوله دي، الورقه دي بتقول انها بتقطع المصنع. ده المصنع بتقول انها واخده غذائها كامل مكمل. طبعا ما ده اللي بقوله. طب ايه اللي ينقص الحبايه علشان تديني حجم؟ بقالنا 4 سنين بنتكلمهم ان المناخ، جايبين العيب عند المناخ. طب هل المناخ على محصول الفراوله بس ولا على كل المحاصيل؟ على كل المحاصيل طبعا. طيب مفترض لو العيب عيب مناخ يبقى الزرع اللي انزرع في ميعاد معين يجيب انتاجه مظبوط. طبعا. طيب لما نلاقي كل المواعيد بتختلف في كم الانتاج بس الحبايه كلها شكل واحد، يبقى ده برضو مش عيب مناخ. طب الفراوله الصغيره دي عيب شتله ده اللي بتطلع كتير دي؟ ما بيطلع معاك قد ايه يوميا في كل حصاد؟ اكتر من 50% من الزرع. 50%؟ وبرضه بعد ال 50% في البانت النهائي، المنتج النهائي مش جوده احسن حاجه. وانت زرع كام فدان فراوله؟ انا زرع 45. انت واخوك عبد العزيز صح كده؟ انتوا الاثنين بتزرعوا وانتوا الاثنين بتوردوا للشركات او المصانع. او كمان السوق المحلي بتنزل. السوق المحلي تمام. السوق المحلي بتنزل بالفرزه صح كده؟ بالفرزه. الفرزه اللي هي محترمه جدا برضه، معامله محترمه جدا هي، بس كل ما هنالك انها حجمها اصغر شكلها شوي. مش الهرمي اللي عايزه بره. على علم ان في ناس في السوق المحلي بتفضل الحبايه الصغيره ديت. مسكره وبتاع. مسكره ويقول لك مش واخده كيماويات، مش واخده طبيعيه. وهي فعلا هي عندنا في المزرعه هنا، احنا معاملين المزرعه FDA. خلينا نتكلم من البدايه شويه. لما بتبدا الموسم فدان زي ده بيكلفك كام؟ والله هي كانت التقديرات السنه دي ان الفدان متقدر له 300,000. فدان الفراوله 300,000 جنيه تكلفه؟ ده كان 120,000 وانتم بتصوتوا. كان 120، وصل 200. كنا في اخر لقاء بنتكلموا في 200,000 من سنتين. شوف فرق سعر العمله. شوف بص، يعتبر بنسبه 100% من، مش بنسبه 100%، بنسبه 80%. كل متطلبات الانتاج في الفراوله مستورد. الشتله من استوردتها، البلاستيك خامه مستورد، الخرطوم خامه مستورد. الخرطوم بيتصنع النهارده في مصر ماشي. ما هو والبلاستيك ده بيجي خامه واحنا بنصنعه في مصر. ما هو ما هو احنا بنصنعه في مصر بس خامته 90% مستورد. خامته بكام يعني؟ معلش، من 3 4 سنين البلاستيك ده كان ب 28,000 الطن ولا 26,000 الطن. النهارده كان في بدايه الموسم 98,000،
على نهايه يعني على نهايه فتره ضمن البلاستيك ده على نهايه 98000 جنيه ده كان ده بدا ب 98 وب 95 وصل في خلال الموسم 126000. طيب مع التكاليف دي كلها الزرعه دي كسب؟ بص حضرتك انا يمكن قلت لك قبل كده احنا ما بنحسبوهاش الحسبه دي. بتحسبوها ازاي؟ احنا بنحسبوها ان دي شغلتنا. الفراوله دي فاتحه بيوت كتير طبعا، فاتحه بيوت كتير يعني اكتر زرعه عاطيه لكل الناس حقوقها. ناس كتير كتير خالص بتاكل من غرز الفراوله. والفدان يعمل لك قد ايه؟ كام طن يعني؟ كنا بنحطه للفد يعني الفدان مثلا كان مجننه 25 طن، من 25 ل 28 طن. السنين اللي فاتت نزل ل 20 و22، السنه اللي فاتت كان متوسطه 17. كل السنه دي حاطط متوسط للفدان من 13 ل 15 طن. طب ثانيه واحده، انت دلوقتي لما مثلا حد يتعاقد معاك كمصنع ويقول لك انا عايزك تورد لي 1000 طن، تمام، كنت زمان تطلعهم من كام فدان وانت مطمن، والنهارده كام فدان عشان انت قلقان؟ ال 1000 طن كنت نطلعهم مثلا من 30-35 فدان. 30-35 فدان. والنهاردة؟ النهاردة بنعمل لهم 80 وأنا جاي جاه. زودت 50 فدان؟ ولا 45 فدان؟ ما هو معلش أيام السوق الشهر زي ما قلت لحضرتك كنت بنجمع كل يومين وإنتاج غزير. النهاردة 8 أيام و10 أيام على ما نجمع وإنتاج ضعيف. معلش ما هي الحباية دي فاقدة نص وزنها. الحبايه دي اللي انا منسيبها 10 ايام بعد ما كنت بنجمع كل يومين وثلاثه، النهارده فاقده نص وزنها اصلا عشان الحج. فانا بنعمل المعدل للفدان في التعاقدات من 12 ل 13 طن عشان نبقى في الامان ان انا نقدر نوفي العقد اللي انا عامله. اسعارك السنه دي بقى؟ والله بالنسبه ل سمعت ان كانت الكرتونه بدأ في السعوديه 100 ريال يعني ووصلت 7 ريال. لا يا راجل. لان احنا ما عندناش اليه بتنظم عمليه التصدير، واحنا اساسا بنبيع في الدول الخليج كلها بالعمولة. احنا عودناهم على كده.